أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة شوف تيفي، وأهلا بكم إلى خبر اليوم. من منا لا يتذكر علاقة الأنظمة الاستبدادية في القرن العشرين بكرة القدم، حتى إنه قيل في وقت من الأوقات أن الدكتاتور فرانكو قد حكم إسبانيا بيد من حديد بفضل الكنيسة وفريق ريال مدريد. ومن منا لا يتذكر كيف تمكن الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني في الماضي القريب من الوصول إلى زعامة حزب رابطة الشمال ورئاسة الحكومة الإيطالية على فترات بفضل رئاسته للنادي الشهير ميلان. كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم لم تستقطب فقط الممارسين والمحبين، بل استقطبت أيضا السياسيين، مما جعل منها رافدا ومجالا للصراع والتنافس على جميع المستويات. وبالحديث عن المغرب، فإن العلاقة بين السياسة والرياضة أعمق وأكثر تشعبا وتعقيدا، فالتواطؤ بين الرياضة والسياسة كان متجذرا في المغرب منذ فترة ما قبل الاستقلال، فكون رياضتي ألعاب القوى وكرة القدم من أكثر الرياضات شعبية في المغرب جعل منهما مجالا خصبا لكل المناورات السياسية والاقتصادية. فجل الأندية الرياضية المغربية عرفت ارتباطا وتفاعلا بين السياسة والرياضة، ففريق الوداد البيضاوي والرجاء والمغرب الفاسي والكوكب المراكشي وغيرهم تم تأسيسهم على يد سياسيين بارزين، مما جعل الرياضة المغربية تعيش على وصف صلصة سياسية بامتياز. لقد باتت تدخلات السياسة والسياسيين في الرياضة واستغلال الرياضيين وجمعياتهم وتجمعاتهم لخدمة مصالحهم الخاصة أمرا بارزا في المشهد العام المغربي، خاصة في ميدان كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية بين كل الرياضات، بحثا عن أصوات انتخابية وحظوة رمزية داخل المجتمع. علاقة الرياضة بالسياسة في المغرب هو عنوان حلقة هذا اليوم من برنامج خبر اليوم، الذي نحاور فيه الدكتور منصف اليازغي الخبير في مجال السياسات الرياضية بالمغرب. أستاذ منصف اليازغي، مرحبا بكم سيدي. في حديثنا عن علاقة الرياضة بالسياسة، لطالما يتم الترويج على أن الرياضة تبقى محايدة عن المجال السياسي، إلى أي حد يمكن أن نقول بأن هذا الموقف هو صحيح وثابت من ناحية الممارسة؟ فلنتحدث بشكل منطقي وواقعي. الرياضة بشكل عام هي تخضع لأسسين، الأسس الأول هو استغلالها سياسيا، والجانب الثاني هو توظيف السياسة من أجل تطويرها، وهنا نتحدث عن السياسة الرياضية من أجل تطوير هذه الرياضة. أما الأمر الأول فهو استغلال للسياسة، وهذا بإمكان إعطاء أمثلة بخصوصه من خلال ما تعرضت له الرياضة مع هتلر في الثلاثينات من خلال تنظيم كأس العالم والألعاب الأولمبية واستغلالها للدعاية للنموذج النازي، ثم أيضا مع في إيطاليا ورفقة موسوليني التي احتضن كأس العالم مروجة للنظام الفاشي. إذن هي هناك مراحل تاريخية تؤرخ لهذا المنطق وامتدت إلى غاية المغرب، بدليل تجربة ألعاب متوسطية التي ليس لها فقط جانب رياضي وإنما لها أيضا جانب سياسي عميق في ظل أزمة اقتصادية وسياسية كان يعيشها المغرب آنذاك. إذن هذا الاستغلال أمر واقع. بالنسبة للحدث أستاذ منصف اليازغي، يعني ارتباطا بالحدث البارز خلال الأسبوع وهو فوز الرجاء البيضاوي وما شكله ذلك من انتصارات يعني الجماهير المغربية، برز بشكل واضح يعني حضور الفاعل السياسي في المشهد العام واستغلاله بين قوسين لهذا الحدث للظهور السياسي والإعلامي. كيف رصدتم أنتم أستاذي كخبير في مجال السياسة الرياضية هذا الحضور السياسي لهؤلاء السياسيين في المشهد العام الرياضي؟ الأخير الذي تحدث عنه عن الرجاء، طبيعي أن يتهافت السياسيون من أجل أن تكون صورهم حاضرة، أقصد صورهم من خلال تصريحاتهم من خلال مداخلاتهم، بدليل أن بعض السياسيين وجدنا في المواقع الاجتماعية يكتبون مواضيع حول الرجاء، نجد بأنه الجرائد الحزبية أو المستقلة على السواء انخرطوا في الحدث وحاولوا أن يلبسوا أنفسهم لباس المنخرط في هذا الحدث بعد أن كانوا مستقلين عنه. أكثر من ذلك وهو أنهم
عندما نجد أنه البرلمان في كل لحظة عندما تكون الرياضة المغربية في تدهور أو في نتائج خاسرة يكون المناسبة شرط، وبالتالي يظهر البرلمانيون في إطار حسابات سياسية في إطار توجيه اللعب السياسي داخل قبة البرلمان، يبدأون في يتذكرون بأن هناك قطاع رياضي موجود في المغرب ويبدأون في توجيه أسئلة بسيطة وسطحية إلى الوزير فقط في إطار مشادات ومنقرات سياسية داخل قبة البرلمان. إذن هي مسألة استغلال بطبيعة الحال للقطاع الرياضي في كل مرة بشكل من الأشكال. أستاذ منصف اليازغي، علاقة السياسة بالرياضة هي علاقة كما وصفتموها علاقة مترابطة، فالسياسي يعني يستغل الرياضة والرياضي في حاجة إلى السياسي. كيف يمكن أن نرصد هذا التطور التاريخي ما بين علاقة السياسة بالرياضة في المغرب؟ بداية سيكون الحديث عن أعلى سلطة بالبلاد عندما كان الحسن الثاني يتدخل في كل تفاصيل الرياضة المغربية. يكفي أنه هو من كان يعين المدرب الذي سيشرف على المنتخب الوطني، وأحيانا كان يتلقى اللائحة التي سيختار منها المدرب منتخب وطني، والأمثلة كثيرة في هذا المجال. ويكفي أن أشير بأنه في الوقت الذي كان فيه وزير الشباب والرياضة عبد الحفيظ القادري يقول في جريدة العالم سنة 1980 بعد هزيمة المغرب أمام الجزائر ب5-1 في دجنبر 76، كان يشير في جريدة العالم بأن المدرب المقبل للمنتخب الوطني هو محمد جبران، أي أن وزير الشباب والرياضة الوسيع القطاع، فإذا به يفاجأ باستدعاء من القصر يشير بأنه الملك عين فالونتي بقصر مراكش. إذن كان هناك الوصي الحقيقي على القطاع هو الحسن الثاني، وقال بالحرف ملف الرياضة أصبح بين يدين. هناك حالة أخرى بلغت تجاوزت حد تعيين المدرب إلى حدود تحديد تشكيلة التي سيواجه بها المغرب منتخب الجزائر سنة 71، إذ كانت هناك رسالة أو تشكيلة بعتبها الملك الحسن الثاني الراحل إلى المدرب الفريق آنذاك، أعتقد بأنه كان مدرب روماني لا أتذكر اسمه، لكن الرسالة توجهت إلى عن طريق الجنرال أوسقيط الذي بلغه بتشكيلة التي المفروض أن يخوض بها المباراة الإياب. وهذه المباراة الإياب فاز بها المغرب وتأهل، وفي الصباح أو في اليوم الموالي صدرت جرائد تقول بأنه التشكيلة التي اقترحها الملك الحسن الثاني. مجموعة من أوجه التدخل يكفي بأن رئيس الجامعة لم يكن معين في أي لحظة من اللحظات، لم يكن منتخبا في جميع اللحظات منذ 55 إلى غاية الآن باستثناء فترة واحدة التي هي سنة 79 التي عرفت انتخابات ديمقراطية بين كروي مهدي المجدوب وعبد الطيب السمري. أما ما تبقى كلها كانت تعيينات من طرف الراحل الحسن الثاني الذي بنفسه أشرف وكان رئيسا على أول لجنة أولمبية في تاريخ المغرب، كان رئيسا لها إلى غاية منذ 59 إلى غاية 65. إذا أوجه متعددة تمتد إلى حدود ما هو مالي، إذ كان يعطي تعليمات لمؤسسة العمومية الكبرى كبنك المغرب الفصول من أجل دعم المنتخبات الوطنية من أجل إبراز المغرب على المستوى الخارجي. إذا لا يمكن بطبيعة الحال أن نتحدث عن استقلال أو غياب تدخل بقدر ما هو تدخل حاصل. الآن نشاهد بأوجه أخرى قد لا يكون على سلطة بلاد متدخلة بشكل مباشر كما كان الأمر مع الحسن الثاني، لكن تدخل قد يكون أحيانا عن طريق المستشارين أو عن طريق أيضا بعض أعضاء الديوان الملكي. ارتباطا أستاذ منصف اليازغي بالحدث البارز خلال هذا الأسبوع وهو فوز فريق الرجاء البيضاوي، كيف رصدتم يعني حضور السياسيين وتصريحاتهم الإعلامية وحضورهم للملعب؟ يعني لاحظنا يعني حضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لاحظنا حضور الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ومجموعة من الفاعليات السياسية. كيف رصدتم هذا الحضور السياسي خلال هذه المباراة ومواكبتها من احتفالات؟ السياسيون أولا إذا أخذنا بشكل بالجانب السطحي البروتوكولي فحضور بن كيران أمر عادي جدا، حضور وزير محمد أوزين وزير الشباب والرياضة عادي جدا بحكم أنه الدولة هي التي أشرفت على التنظيم، وتنظيم كأس العالم الأندية تطلب من الدولة دفع 80 مليون دولار كما تعرفون، وبالتالي هناك مسؤولية الدولة كحكومة، وبالتالي هذا الحدث لا يمكن أن يستثنى منه حضور شخصية من قيمة رئيس الحكومة كممثل الدولة. إذا هذا أمر عادي جدا، لكن أن يتم محاولة استغلال الحدث من أجل ترويج لصورة سياسية، من أجل ترويج لمنطق أو
الخطير في الأمر، بدليل وأنه في حالة لو كان فشل الرجاء في تجاوز الدور الأول، هل كنت سترى أي تصريح من بعض المسؤولين السياسيين؟ هل كنت سترى أي خروج إعلامي لأحدهم؟ في حين أنه دائما هناك الهزيمة يتيمة والانتصار له آباء. الآن نلاحظ حتى الجرائد الحزبية انخرطت في هذه الموجة وحاولت إشراك نفسها ووضع نفسها في الصورة. إذن هي محاولة لتقمص دور آخر، تقمص دور الذي يدعم الرياضة، في حين نعرف أن الرياضة يتيمة جدا ودائما تعيش على إيقاع الفقر، على إيقاع التهميش وعلى إيقاع غياب أي سياسة موجهة لهذا المجال المغربي. السؤال الذي يطرحه أستاذ منصف اليازغي هو سؤال المكاسب التي يراهن عليها الفاعل السياسي الحصول عليها من خلال هذا التقرب والحضور في التظاهرات الرياضية. الحديث عن المكاسب والامتيازات التي يهدف من خلال الفاعل السياسي استفادة منها من خلال هذا الحضور. قبل أن أتحدث عن السياسي أتحدث عن الشخصية العادية التي تريد أن تصبح مسؤولة ومسيرة في إحدى الأندية. هذا ذهاب المسؤول بالنادي كما لاحظنا في انتخاب في الجمع العام الأخير لكرة جامعة كرة القدم، يتحدث البعض بعض المسؤولين عن أنهم متطوعون وعن أنهم جاءوا لخدمة البلد وخدمة الفريق وخدمة الوطن إلى آخره. هنا أعتقد أنه هذا الأمر مردود عليه وصراحة تبريرات واهية، لأنه أي مسؤول لا يمكن أن أي مبادر إلى الدخول إلى أحد الجمعيات الرياضية أو إلى الجامعة ما هو إلا يبحث عن رأس مال رمزي. هذا الرأس مال رمزي يمكنه أولا من صورة إعلامية لن يمكن له أي قطع، بإمكانه أن يكون تاجرا، بإمكانه أن يكون صناعيا، لكن لا يمكن أن يكون له صورة إعلامية بالقدر الذي ستمنحه له إياه الرياضة. إذن هناك بحث عن رأس مال رمزي، هناك هذا رأس مال رمزي يمكنه من تقرب من مسؤولين نافذين في البلاد، هذا رأس مال رمزي قد يمكنه في إحدى اللحظات من الفوز بحظوة الحضور إلى جانب الملك محمد السادس في حالة استقبال المنتخب أو استقبال أعضاء جامعيين. إذن هي البحث عن الحظوة بالدرجة الأولى، وليس هناك مجال الحديث عن من يهمون حبا كثير ومن هم متطوعون ويتركون مشاغل أولادهم من أجل هذا البلد. فقط هناك استثناء أو إلا من رحم ربي كما جاء في رسالة ملكية 2008. بالنسبة للسياسي إذا كان سيخدم هذه الرياضة من المفروض أن يخدمها أولا. كيف يعقل أن تقول للشباب وأن تقول للبنكيران وأن تقول وبرامجهم الحزبية يغيب عنها برنامج واقعي وعلمي موجه إلى الرياضة؟ كل ما هو يعني ننطلق من البرامج الحزبية التي قدمونا في انتخابات الشرعية، برامج فارغة، برامج يتم حشو فيها بعض الفقرات اليتيمة من الرياضة فقط من أجل ملء البياض، في حين ليس هناك تصور للرياضة. خذ مثلا وزير الشباب والرياضة محمد أزديم، هل بإمكاننا تصور أنه برنامج حزب الحركة الشعبية يغيب عنه أي برنامج موجه للرياضة في حين يصبح هو وزيرا للرياضة؟ هل هذا منطق يمكن أن نتقبله؟ إذا الرياضة دائما هي فقط الخطبة التي نقفز عليها التي نعتلي بها، في حين أنه هؤلاء السياسيين لا يقدمون لها أي شيء، سواء في برامج حزبية كما قلت، سواء في أسئلتهم داخل البرلمان التي يأتي إلى في حزب الضيقة أكثر ما هي فيها إفادة للقطاع الرياضي، حتى على مستوى التشريع باهت جدا من طرف البرلمانيين. كل ما هنالك هناك ما هو مشاريع قوانين وليس هناك مقترحات قوانين تأتي برلمانيين. إذن هو استغلال أكثر من إفادة لهذه الرياضة. أستاذ منصف اليازغي، يعني دائما في علاقة الكرة بالسياسة، كرة القدم والرياضة بصفة عامة في علاقتها بالسياسة، يعني ما يلاحظ على أن مجموعة من الأحداث ومجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى التي نظمت في تاريخ المغرب كانت يعني قريبة من مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية. أقصد هنا التوترات الاجتماعية التي كانت في 1980 في 1990 بفاس. إلى أي حد يوم تشكل الرياضة أداة من أدوات الضبط والسيطرة وتنفيس عن احتقان الاجتماعي داخل المجتمع المغربي؟ نعم، بالنسبة سأعطيك مثالين واضحين. عندما كان المغرب يتأهل إلى كأس العالم سواء في 86 حتى في 94 و98، كان ذلك بمثابة الشجرة التي تخفي غابة المشاكل. عندما يظهر أمام العالم بأنه لدينا منتخب يرتدي ملابسا جميلة، يقدم أداء جميلا،
فإنه يعطي صورة بأن لدينا مغرب معافى اقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي أن بلد مستقر سياسيا وقدم منتخبا هو نتاج سياسة رياضية أو نتاج تنمية رياضية داخل البلد. المثال الثاني أيضا الذي سيحيلني بشكل كبير إلى سؤالك وما يتعلق بالألعاب المتوسطية الجسمانية التي تبقى أبرز مثال. هذه الألعاب جاءت أولا في إطار الرد على احتضان الجزائر لنفس الألعاب 75، وطلب المغرب أن يحتضن الدورة المقبلة 76، لكن قانون المنظم لهذه الألعاب يفرض بأن يكون هناك تناوب بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي كان على انتظار سنة 83. سنة 83 وقبل هذه الثلاث سنوات اعترف وزير الشباب والرياضة آنذاك عبد الحفيظ القادري قلب أنه المغرب غير قادر ماديا على الوفاء بالتزاماته، بأنه هذه الألعاب هي خسارة كبيرة للمغرب على المستوى المادي، خصوصا أنه في تلك الفترة كانت ديونة المغرب بلغت 11 مليار دولار، عرفت تراجع أسعار الفوسفات، عرفت دخول المغرب في أزمة اقتصادية بلغت حد أنه الرصيد من العملة الصعبة في المغرب لا يتجاوز 18 ليوما، وأصبح البعض يتحدث عن بلوغ المغرب حد مجاعة الاستيراد، وبالتالي دخل المغرب في علاقة مع صندوق النقد الدولي فرض عليه برنامج التكوين الهيكلي. وسط هذه الوضعية التي من المفروض أن تدفع أي دولة إلى سحب ترشيحها وإلى تخلي عن هذا الالتزام التنظيم، كانت حكومة كندا مصرة على تنظيم هذه الألعاب حتى لو تطلب الأمر تسول مع الدول العربية التي قدمت دعم كبير للمغرب. بلغ الأمر حد أنه إرهاق الميزانية العمومية، بلغ الأمر حد رفع الميزانية وزارة الشباب والرياضة في سنة 83 إلى 3 أضعاف أو 4 أضعاف. إذن كانت كلها فرصة من أجل المراهنة على حدث سياسي لتجاوز واقع سياسي داخلي كان يعرف اضطرابات اجتماعية من خلال اضطرابات صحة اجتماعية من خلال النفق المسدود مع الأحزاب المعارضة، وكان ذلك الحدث فرصة للتغطية على كل تلك الأجواء المشحونة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. أستاذ منصف اليازغي الخبير في مجال السياسات الرياضية في المغرب، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من خبر اليوم. غدا بحول الله نلتقيكم على نفس القناة مع خبر جديد وقضية جديدة. كل الود والمحبة لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.